مشي ايدك يا واد انت وهو. هنقعد طول الليل في جمال واحد ولا ايه؟ ده حد مننا. مين؟ ابو نعيم. ايه اللي جايبك هنا يا معلمه؟ قلبي يا زكي. قلبك؟ قلبي قال لي كفايه كده، نفض الشغلانه المهببه دي. ايه؟ نفض الشغلانه المهببه دي. دي؟ اه دي العمليه اتوسعت يا معلمه وباين عالي العال. هي كلمه هندي لكل واحد حقه وزياده شويه. خد يا زين، خد، وانت يا عنبه، وانت يا عكلاوي، وانت يا رمضان، خد خد خد، والباقي علشانك يا معلم زكي. بعد النهارده مش عايزه اشوف وش حد فيكم. خلاص قفلنا باب السرت قبل ما يفتحوا لنا باب السجن. يا معلمه احنا مانيش معلمه خلاص. من هنا ورايح انا ام نعيمه، ام الاستاذه، ام المحاميه، مرات احمد بيه ظابط المباحث. مين لسه بره؟ مين؟ انا جلجل يا معلم. مين؟ جلجل. افتح يا معلم. عايز ايه يا قاد؟ انا جاي استسمحك وابوس على راسك واشتغل مع الرجاله يا معلم. سماح بقى يا معلم. ونعيمة خد يا جلجل، خد لك كام كيس من دول، نصيبك في التركة. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ده كنت اجدع واحد فيهم يا فرع الشقاوي. انت بتعملي ايه هنا دلوقتي يا ام نعيمه؟ جريه انت وراك ايه يا الله؟ ما تفهمني يا في ايه وراه؟ ام نعيمه هي المعلمه بتاعتنا كلنا يا يا نهار اسود. هي الراس الكبيره ام نعيمه، هي راسك كبيرة؟ ونفض المولد ده جيل. لا لا ام نعيمة، لا لا لا، ما تخش ما تخش ام نعيمة. اهلا بحضرة الظابط. انت بتعملي ايه هنا؟ دي المعلمة صاحبة الزريبة يا بيه. أهلا يا حضرة الظابط. هي الراس الكبيرة بتاعتنا كلنا، وهي صاحبة البضاعة دي كلها. لكن أنت مسؤول عن كل اللي بيحصل في الزريبة. وأنا كمان يا حضرة الظابط. أنت إيه اللي جابك هنا؟ جيت أصفي الحساب وأتوب، ملحقتش. أنت سبقتني. يا كسبت. أنا بريء يا سعادة البيت. هي المعلمة وإحنا كلنا صبيانها. اذبح يا زكي يا قدرة، يذبح زكي قدرة، أصلغ يا زكي قدرة، يصلغ زكي قدرة، طلع يا زكي قدرة، يطلع زكي قدرة.